تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الثلاثاء الجميل. أنا وايد أحبه لأن أحسه يوم هادي بعيد عن ربشة الأحد وعن زحمة، لا زحمة الأحد وربشة الخميس. فنصبح عليكم بالخير في هذا اليوم الجميل، اليوم البارد، الجو ما شاء الله برع الرائع. صح أني قاعدة في الاستوديو، لكن أنا أول شيء ألاحظه أول ما أنش الصبح اللي هو ما هي حالة الطقس اليوم، كيف الجو اليوم. أحس لما يكون جو جميل يعني يأثر، يعطينا شيء موجات إيجابية تأثر على تفكيرنا وخلينا أسعد خلال اليوم. هذا هو برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في بداية البرنامج نرحب أول شيء بالطاقم الموجود معاي، في الإخراج معاي نمر، صباحك ورد يا نمر، وفي التنسيق معاي ميرا الغفلي، صباحك وردي أم خليفة. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة، زميلي محمود مو موجود معاي اليوم، راح يكون إن شاء الله موجود في معرض الصحة العربي، راح ننتقل له إن شاء الله بعد الفاصل عشان يعطينا الخدمات اللي مشاركة فيها هيئة الصحة في منصة هيئة الصحة في معرض الصحة العربي. فإن شاء الله ابقوا معنا، أمس غطينا جزء من الخدمات واليوم إن شاء الله بنغطي الباقي من الخدمات الموجودة في منصة هيئة الصحة في معرض الصحة العربي. نذكركم أولا برقم التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. طبعا هذه أرقام التواصل عشان تتواصلون معنا، تعطونا ملاحظات، آراءكم، شكر، شكوى، أي شيء حابين تشاركونا فيه ويهم المتعاملين لهيئة الصحة بدبي أو يهمنا احنا كموظفين في هيئة الصحة بدبي ويساهم في تحسين الخدمات. أنا دائما أرد وأشدد أنه مو مهم الفكرة تكون كبيرة، مو مهم الاقتراح يكون كبير، أحيانا التحسين في الخدمة أو تحسين تجربة المتعامل تكون من أصغر الاقتراحات أو أصغر الملاحظات. وأنا دائما أشدد حتى على الناس اللي يوني المكتب أن الملاحظات لما تينا من المتعامل يكون لها وزن أكبر، لأن أنتوا تحصلون على الخدمة في النهاية. أنا كموظفة هيئة الصحة لما أنظر الخدمة أنظرها من منظور مختلف، أن أنا كموظف، لكن لما تكون أنت كمتعامل لك تجربة مختلفة، فإحنا ما ملاحظاتكم هذه وأراءكم وكيف ممكن نجعل التجربة أفضل لكم. مثل ما تعودتوا دائما في بداية برنامجنا أن هناك يكون في دراسة، وهذه الفترة دراساتنا وايد تركز على الأمراض المصاحبة للكبر في السن مثل الزهايمر. ذكرنا أكثر عن دراسة تؤكد وجود بعض العوامل اللي تزيد الإصابة أو تمنع، أو ما بنقول تمنع، تقلل نسب الإصابة بأمراض الزهايمر. اليوم الدراسة شو تقول؟ تقول التوتر يزيد خطر الإصابة بالزهايمر. قالت نتائج دراسة جديدة أن التوتر والإجهاد عامل يزيد خطر الإصابة بالزهايمر، إلى جانب مجموعة العوامل المعروفة مثل التقدم في العمر والجينات الوراثية والإصابة بأمراض تؤثر على الأوعية الدموية كالسكري والقلب. وأوضحت الدراسة أن ارتفاع معدل التوتر يزيد خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 25%، أما حالات التوتر المزمن الشديدة فيمكن أن ترفع الخطر إلى 40%. وفقا للأبحاث التي أشرفت عليها البروفيسورة سابرينا إسلاموسكو من جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، توجد صلة بين زيادة التوتر وزيادة خطر الإصابة بالزهايمر، ويمكن رصد ذلك من خلال مؤشرات مثل الإحساس بالإرهاق والتعب والصداع. وقد أجرى فريق البحث مراجعة للبيانات الصحية لسبعة آلاف شخص سبقا شاركوا في دراسة عن أمراض القلب بين عامي 1991 و1994، وتبين أن ارتفاع معدل التوتر يزيد خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 25% مثل ما قلنا لكم، وحالات التوتر المزمن الشديدة فيمكن أن ترفع الخطر إلى 40%. طبعاً أول شيء بنعرفكم ما هو الزهايمر. في كثير من الأقوال أو من التعريفات عند الناس عن مرض الزهايمر، اللي يقول هو مرض الإنسان يخرف فيه أو يبتدي ينسى فيه اسم عياله، لكن بنعطيكم إحنا التعريف العلمي.
عشان نفهم كيف التوتر حسب الدراسة يربط بالزهايمر. الزهايمر هو مرض متطور، بمعنى أنه يبتدي بمراحل بسيطة، بعد هذا يبدأ يتطور، يدمر الذاكرة والوظائف الذهنية المهمة الأخرى. في البداية ممكن تلاحظون أن المصاب بالزهايمر يكون عنده اضطراب خفيف، يكون عنده صعوبة في التذكر. في النهاية ينسى المصابون بالمرض حتى الأشخاص المهمين في حياتهم، ويتعرضون لتغيرات كبيرة في الشخصية. فمعنى هذا أن مو كل إنسان ينسى، أو كل إنسان أحيانا ما يتذكر مثلا وين حط مفاتيحه، ما يتذكر مثلا، احنا دائما لما نقول ما أذكر شو تغديت أمس، هذا مو معنى هذا زهايمر. الزهايمر بالعادة يكون مرتبط بالنسيان، النسيان المصاحب للزهايمر لا مثل يقول صفات معينة، اللي هو الشخص بدأ يسأل نفس الأسئلة بشكل متكرر. يعني أنت أسألك مثلا الحين وين مفتاحي، يعطون الجواب ان المفتاح هني، ارد السؤال اكثر عن مره وكاني ما سالته ولا مره، يعني كانه اول مره اسال السؤال، لدرجه ان الناس المحيطين بالمريض يقول يسال نفس السؤال يمكن 10 او 20 مره، ونقول له ترى سالتي وقلنا لك المفتاح مثلا في المكان الفلاني، لكن مريض الزهايمر ما يتذكر انه سال السؤال. من شيء بالعاده تلاقون يعصب، يعني في هالمرحله الانسان يحس يعني كان الناس يتهمون انه هو مخرف، انه كيف انا سالت السؤال وقلتوا لي وبعدني ارد اسال السؤال. زائد أن مريض الزهايمر في بداية المراحل مالته كيف ممكن تميزونه أيضا، غير أنه ينسى أنه يعيد نفس الأسئلة أكثر عن مرة، أيضا تلاقون يحط الأشياء في غير أماكنها. يعني مثلا بالعادة لو قلنا المفتاح بنحطه مثلا على الطاولة أو في الشنطة، تلاقون مثلا ممكن يحط المفتاح في الثلاجة مو مكانه المعتاد، عرفتوا؟ فبهالطريقة هاي عبارة عن مثل رسائل تعطينا احنا كأهل موجودين في البيت ان احتمال هناك في مشكلة مصاحبة لهذا الشخص، انه يحط الاشياء في غير اماكنها المعتادة. ايضا ان الانسان يضع في الاماكن المألوفة له، مثلا تخيلوا لو هو في البيت يبغى تكرموني يروح الحمام، ما يدل الحمام، فجأة يقولكم وين الحمام في البيت وهذا بيته هو يعرفه، او مثلا متعود كل يوم يصير المسجد العدال البيت يمشي، تلاقونه ممكن يضيع. وعقب فتره تحصلونه وتقولون له كيف انت ضعت، انت ترى كل يوم تسير المسجد. يبدا ينسى تدريجيا الاماكن المالوفه له، حتى اماكن مثل ما قلت لكم في البيت، ينسى مكان المطبخ، يمكن ينسى غرفه نومه. بعدين مع تطور المرض يبتدي ينسى اسماء الاشخاص المقربين له، يبدا ينسى اسماء عياله، احيانا حتى ينسى شو القرابه، يعني ممكن يسال ولده انت شو تستوي لي، منو انت. فتبدا هنا مراحل الصعبه للمرض. طبعا المرض وايد له اسباب، ولكن مثل ما دائما نقول ما في له سبب، انا اقول هي هذا هو السبب اللي يؤدي للزهايمر، في عدد كبير من الاسباب. حسب الدراسه طبعا الكبر في السن هو اكبر عامل للاصابه بالزهايمر، والوراثه. اذا عندكم في الاسره شخص عنده زهايمر فنسبه اصابتكم، احتمال اصابتكم بالزهايمر تكون اعلى من الاشخاص الاخرين. ايضا دراسه تقول ان التوتر، لاحظوا يا جماعه التوتر مع انه شيء نفسي، يعني التوتر مو بمرض عضوي ولكنه مرض، ممكن يكون مرض نفسي، لا تأثير على كافة أجهزة الجسم. التوتر ممكن يؤدي للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ممكن يؤدي للإصابة بالسكري، ممكن يؤدي للإصابة بأمراض المعدة، القولون العصبي، ممكن يؤدي إلى الإصابة حتى بالزهايمر، بالأمراض العقلية. هذا فقط من التوتر، لأن التوتر كل مرة احنا نتوتر فيها، طبعا ما نتكلم عن التوتر العادي، يعني باكر عندي امتحان اكون شويه متوتره، هذا شيء طبيعي. لكن بعض الناس دائما متوترين والتوتر ماله يبين عليهم، يكون خارج عن الحد لدرجه انه ما يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. مثلا لو عنده امتحان باكر ما يقدر يسوق، ما يقدر يتكلم حد، ليش؟ انه جدا متوتر. التوتر بهذا لما يتكرر بشكل دائم ويستوي شيء مزمن عندك يوميا، انت متوتر حتى من الاشياء البسيطه، عندك برزنتيشن ما تبي تسوي، عندك مهمه لازم تاديها، يستوي التوتر عندكم مرض. فهالحاله كل مره تتوترون فيها هناك مواد تفرز في جسمنا. انا بالنسبه لي اعتبر اكبر عدو لجسم التوتر، لانه يسوي تغييرات في جسمنا واحنا ما نحس فيها. عقب ما تخلص مرحله التوتر، يعني الحين انا متوتره مده ساعه، ساعه ونص او ساعتين، عقب ما تخلص الجسم ترى ما يرجع عادي 100%، لا تزال هناك عمليات تستوي في جسمنا ناتجة عن إفراز بعض المواد المسؤولة عن حالة التوتر هذه. بالتالي مثل يستوي عملية هدم في جسمنا، ليه ما ينبني هذا يحتاج إلى وقت. إنزين، فأنا كيف ممكن أن أنا أساعد نفسي على اعتبار أنا إنسان أتوتر وايد؟ هذا طبعا طبيعة في بعض الناس أنهم وايد يتوترون. شو ممكن نسوي؟ أرد أؤكد على الرسالة مالتنا في صحة وسعادة دائما، ألا وهو نمط الحياة الصحي، الرياضة والأكل المتوازن. أنا ما أحب أقول أكل صحي، لأن كل الأكل نعمة وكل الأكل جميل، لكن
ناخذ بكميات عشان يكون أكل متوازن. الرياضة تساعد جداً في التخفيف من التوتر لأنها تحسن الدورة الدموية وتحسن التنفس وتساعدكم أنتوا. الرياضة ترى لها عامل تأثر على العامل النفسي، تساعدكم حتى على أنكم تتعاملون مع مشاعركم بشكل أفضل. الرياضة أيضاً تساعد أن تخلي تدفق الدم في العقل عندنا أفضل، بالتالي تغذية خلايا العقل تستوي أفضل، بالتالي أن أنا أصاب بالزهايمر مرة أخرى أكد أن نقلل نسبة الإصابة بالزهايمر. كل الأشياء اللي احنا نسويها في يوم ليوم، يعني أنا الأشياء اللي أسويها في يومي هذا تؤثر على جسمي على عقلي على المدى البعيد، فلازم احنا نستثمر في أجسامنا مثل ما نستثمر في عقولنا. الناس عبالها دائما الاستثمار في العقل عن طريق القراءة، ليس فقط القراءة، القراءة طبعا تنمي العقل وتخليه نشيط، لكن الرياضة جزء أساسي من تغذية العقل والحفاظ عليه عشان أتم بصحة أفضل. أنا دائما أقول لنفسي أن أنا ما بلما أكبر لما يستوي عمي 60 أو 70 أن أكون جسديا سليمة، معنى أن إن شاء الله ما أكون مثلا محتاجة لحد أن يساعدني، ولكن حتى عقليا كنا خاطرنا لما نكبر في السن يكون نحن بعقلنا ونقدر ناخذ قراراتنا ونهتم بنفسنا أهم شيء. فالتزموا بنظام الحياة الصحي عشان نقي نفسنا ونقلل خطر الإصابة بالأمراض المصاحبة للكبر في السن. احنا إن شاء الله احنا نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله رح يكون عندنا الفقرة التغذوية، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-1414 والرسائل النصية على 4006. الحين بننتقل للفقرة التغذوية وفقرة التوعية. بنتكلم اليوم عن مصادر وأهمية معدن الزنك الغذائية مع الأستاذة ثريا التميمي، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباحك وردي ثريا. أهلين، صباح الخير أختي ندى، كيف حالك، أخبارك؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك ويعافيك. خبرينا عن الزنك، احنا نشوف موضة طالع الزنك ما شاء الله، البنات يدورون عنه وياخذون له حبوب، ويقول لي تقول الشعر ولا تقول الأظافر ولا تقول نهزل الوزن، وايد في إشاعة طالع عن الزنك الفترة. هي عشان كذي احنا أثرنا هالموضوع حبينا نتكلم فيه. بالنسبة للزنك طبعا اللي يسمه الخارصين هو أحد المعادن الضرورية اللي يحتاجها الجسم ولكن بكميات قليلة جدا. طبعا أهمية الزنك تكمن في الحفاظ على العمليات الحيوية في الجسم مثل حاسة الشم وحاسة التذوق، وأيضا يدخل الزنك يجدد الخلايا الجلدية، لذلك يدخل في مرطبات بعض مرطبات الجلد ويساعد على تهدئة الالتهابات. عشان كذي نحن نشوف أنه يدخل في بعض المرطبات وبعض الالتهابات مثل طفح الحفاظات مثلا. نعم. يدخل في مرطبات أيضا الزنك. صحيح. يعالج حب الشباب أيضا. وأيضا يغذي الشعر مثل ما يعرفون، مثل ما الكل يعرف أنه يغذي الشعر ويمنع من التقصف ويقوي بصيلة الشعر. يدخل أيضا في مناعة الجسم، يؤدي إلى تقوية مناعة الجسم، ينظم مستوى السكر في الدم، ينظم عملية التمثيل الغذائي أيضا، كما أنه يحسن الرؤية ويقي الإنسان من الإصابة بالعمل الليلي. وأيضا يدخل حتى في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما. نعم. ويساعد أيضا في تكوين البروتين في الجسم. وبالنسبة للحامل طبعا يساعد في تجنب التشوهات الخلقية والولادات المبكرة، عشان شيء يعطونها بعض الكميات من الزنك والفيتامينات الأخرى في بداية الحمل. وأيضا يساعد على نمو العظام لدى الأطفال، كما يساهم في امتصاص بعض المعادن مثل الحديد والنحاس. جميل. وطبعا لازم وجود، طبعا سبحان الله، بما أن حتى هو حال الفيتامينات والمعادن الأخرى، بما أن الجسم يحتاج بكميات قليلة يجب علينا نحن ننوع من غذائنا، فبكل سهولة نقدر نأخذه من غذائنا الأساسي. نعم. ففي بعض الأطعمة أصلا تحتوي على معدن الزنك، وطبعا أعلاها مثل ما هو معروف المأكولات البحرية، وخاصة المحار. عندنا القباقيب تحتوي تقريبا على 6.5 ملي جرام من الزنك. عندنا اللحوم الحمراء وأهمها لحم الأبقار تحتوي على 7 ملي جرام تقريبا. نعم. اللحوم البيضاء مثل الديك الرومي أعلاها 3.4 تقريبا. عندنا المكسرات وأعلاها الكالزو يحتوي تقريبا على 1.6. عندنا البقوليات وأعلاها تقريبا الحمص ويحتوي على 1.6. وهكذا. طبعا مهم جدا أن احنا ننوع في هاي الأشياء. طبعا للزنك طبعا أعراض نقص وأعراض ارتفاع، مهم جدا أن الماكسيمم الواحد يوصل أن يأخذ الزنك يوميا 40 ملي جرام.
إذا زاد عن 40 يعتبر هذا تسمم، يسمونه تسمم الزنك. وإذا قل في المعدل بالنسبة للقراءات اللي موجودة في فحص الدم، إذا قل عن 0.4 يعتبر طبعا هذا يعتبر ان عنده نقص في الزنك او زنك ديفيشنسي. ثريا بس عندنا مداخله من ابو عبد الله يمكن بيتدخل على موضوع الزنك ايضا او على موضوع ثاني طرحناه في صحه وسعاده، بس نستاذنك ناخذ ابو عبد الله ونرجع لك مره ثانيه. اوكي ابو عبد الله صباح الورد. صباح العشتة. هلا اخوي، ايش اخبارك؟ الله يكرمك يا رب. كنت عايز اعرف بس كيفيه علاج حب الشباب. كيفيه علاج حب الشباب؟ انت تعاني من حب الشباب؟ لا، أنا ابني عنده 19 سنة وعنده حبوب في وشه كثيرة أو حب الشباب. أوكي، هل شافه طبيب جلدية؟ نعم فندم. هل شافه طبيب جلدية؟ لا ما شفناش لسه طبيب جلدية. إنزين، أنا إن شاء الله بخلص من فقرة التوعية مع أستاذة ثريا، وبعد إن شاء الله الفاصل هكلمك عن حب الشباب، فابقى على السمع إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافية. ثريا نرجع لمعدن الزنك. هي أوكي إنزين، في أعراض لنقص معدن الزنك. طبعا الأعراض الناس يعني لازم نحن دائما نقول حق الناس دائما الأعراض دائما تكون متشابهة، مو معناته أنا عندي تساقط شعر معناته أني أنا عندي نقص في الزنك، ممكن تكون أمراض أخرى، ممكن تكون أعراض أخرى. صحيح. فمن أعراض نقص الزنك عندنا ضعف في حاسة الشم والتذوق مثل ما قلنا أنه مهم في هالشيء، ضعف في الشهية، عندنا الاكتئاب. أثبتت دراسات أن الزنك طبعا يعدل المزاج ويقلل من التوتر، عشان شيء هو موجود بعد بالشوكولاتة وفي الشوكولاتة الداكنة. ممتاز. فقلته طبعا تؤدي للاكتئاب. عندنا فقدان الوزن لأنه أوردي نظم عملية التمثيل الغذائي مثل ما ذكرنا. طبعا يؤدي لمشاكل في النمو لدى الأطفال، يؤدي لتساقط الشعر وأيضا الإسهال المتكرر وصعوبة التهام الجروح وهشاشة العظام. وفي بعض أسباب أخرى مختلفة تؤدي إلى نقص معدن الزنك، مثل تناول المشروبات الكحولية التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، مثل العلاجات الكيميائية لبعض الأمراض مثل أمراض عفانا وعفاكم الإيدز، مثل المشاكل في الجهاز الهضمي أيضا المتكرر تسبب أيضا نقص الزنك. ممتاز. أعراض زيادة الزنك طبعا مثل ما قلنا، إذا الواحد تناول أكثر من 40 يعني يوصل إلى 50 ملغرام من الزنك طبعا يسمى بتسمم الزنك. وأثبتت بعض الدراسات أن الحالات اللي وصلت في تسمم الزنك دائما ما تكون من مصادر غذائية لأن الجسم يتخلص منها سريعا، تكون من المكملات اللي يأخذها الشخص، يعني مكملات خارجية أو من تناول بعض أو بلع بعض المنتجات طبعا المنظفات ولا شيء فيها عالية من الزنك، فدائما يكون من المكملات. عشان شيء نحن دائما نحث الناس أن ما يصيرون يأخذون المكملات وما يأخذون أي فيتامينات أو أي مكملات أخرى بدون استشارة المختص. جميل. فمن أعراض زيادة الزنك تسمم الزنك عندنا تعرض الشعر والجلد للمشاكل، اضطراب في المعدة، شعور بالغثيان، الإصابة بالإسهال، انخفاض في عناصر الحديد والنحاس مثل ما قلنا هو أصلا يساهم في امتصاصة. طبعا في مشاكل تستوي حتى في البنكرياس، عدم قدرتها على التعامل على العمل بكفاءة أيضا. وبعد أثبتت دراسات أنه حتى يؤدي إلى انخفاض الكوليسترول الجيد بما أنه يساهم حتى في رفع الكوليسترول الجيد. ويؤثر في حاسة التذوق، قلنا في أعراض النقص يحس الإنسان التذوق عنده أقل، بس في حاسة في حالة زيادة الزنك يحس الطعم بمعدني في حلجة والتهابات المتكررة. ممتاز. أستاذة ثريا، أنت ذكرتي أن التسمم يستوي لما واحد يأخذ ممكن يأخذ مكمل غذائي من الزنك، وحين ما شاء الله ألاقي كثير أسئلة توصلنا وفيها مثل ما قلت لك الهبة أن الناس تأخذ حبوب الزنك، فمنو أصلا لازم يأخذ حبوب الزنك؟ هل كل أشخاص تأخذ أو شو المفروض يسوي الشخص قبل ما يأخذ حبوب الزنك؟ أول شيء لازم أنا أشوف غذائي، هل أنا غذائي متكامل متنوع؟ يعني معناته أخذ من جميع المجموعات الغذائية مثل ما ذكرت، أنا موجود في الخضار، موجود في اللحوم، موجود في كل مكان، هل أنا أخذ كل هالمجموعات أتبع هالمجموعات وأنوع هاي الأشياء؟ بما أني أنا أنوع طبق الصحي وأخذ احتياجي من هذه الفيتامينات والمعادن، معناته أنا ما أحتاج. الشيء الثاني، أول شيء لازم أسوي الفحوصات الطبية، مثل ما قلنا الأعراض متشابهة، كل إنسان عنده تساقط شعر بس ممكن يكون عنده فقر دم، ممكن يكون عنده وايد أسباب. فأول شيء لازم أروح للطبيب المختص أسوي الفحوصات الطبية، ومن بعد الفحوصات عقب أنا أتجه إلى أني أخذ هذه المكملات.
ممتاز. فما ناخذ المكمل الغذائي الزنك معنا. الناس دائما يعني تستهين بالمكملات الغذائية، الزنك، مغنيسيوم، وايد وايد، حتى الفيتامينات والمعادن تستهين، تروح الصيدلية والله أنا عندي ما أدري شو ما أدري شو هالشيء، وعلى طول يأخذون الأدوية ويستخدمونها بدون ما يعرفون أن هاي تعتبر سمية. يعني حتى الفيتامينات صح. حتى المعادن كل هذه لا تعتبر زيادتها بعد تأثر. صحيح. مثلا فيتامين دال دائما ننصح الناس أن تأخذه، ممكن الواحد يوصل لدرجة السمية من فيتامين دال إذا بدأ يأخذه من أكثر من مصدر. أكيد أكيد. فهذا اللي يصير أن يأخذون من كذا مصدر، يعني مثلا راح عند الدكتور الطبيب العام وقال له والله أنت ما تحتاج، ما يعيب الكلام، يروح عند الدكتور ثاني أو يروح عند الصيدلية ويأخذ. صحيح. والله أنا أحس أن جسمي يعورني، راح الصيدلية عطني فيتامينات أنا أحس جسمي يعورني. لا، كل عرض في جسمي يكون سببه أو يكون تعبير عنه بشيء معين. لازم أنا أعرف هالأسباب وتشابهت الأسباب وتشابهت الأعراض في كل هالأشياء. مو معناته أنا راسي يعورني معناته أنا فيني شيء أو أن المفروض أني أخذ شيء. لازم أروح للطبيب المختص. حتى في سالفة الجلدية والشعر، في وايد ناس عندهم تساقط شعر راحوا على طول خذوا مكملات وما إلى ذلك. فلازم الواحد يشوف على حسب حالته الصحية، على حسب غذائه، على حسب، سبحان الله، أنت عندك مرض ثاني يتعارض هذا المكمل. مثلا الزنك يتعارض مع المضادات الحيوية. صحيح. يتعارض مع البنسلين. فعشان كذا إذا كنت تتاخذ مضادات وتاخذ هالشيء فيتعارض هالشيء وممكن يسبب لك مضاعفات أخرى. فلازم الواحد يركز في هاي الأشياء كلها، ولازم يوم يسأل يسأل طبيب مختص، ما يروح للسوشيال ميديا وهاي الأماكن أو مكان مش معروف، لأنه ما يعرف أنت شو حالتك. لازم أروح عند طبيب مختص وأروح للمكان، مثل ما يقولون عطل خباز خبزة. صحيح. هذا أهم شيء. بالضبط. صحيح. طبعا احنا نشجع دائما المستمعين والكافة المتعاملين أنهم ما يأخذون أي مكمل غذائي أو أي دواء من غير استشارة الطبيب، حتى المكملات الغذائية، حتى المراهم. إحنا حتى المراهم نقول الناس لا تأخذوا مراهم، لأن المرهم بالنسبة لك أنت عبارة عن مرهم موضعي بتحطه، لكن كثير من المراهم فيها نسبة عالية من الكورتيزون، فيها نسبة عالية من مضادات الحيوية، ممكن تعطيكم رد فعل عكس اللي أنت كنت تتوقعه. فما نأخذ أي شيء من غير استشارة الطبيب. أنا شاكرة لك أختي ثريا التميمي، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بتبيها المداخلة الجميلة عن معدن الزنك، وإن شاء الله يكونوا المستمعين استفادوا منها وعرفوا أهمية المعدن وخطر أنهم يأخذوا مكملات غذائية للزنك من غير استشارة الطبيب. شكرا لك أختي ثريا. شكرا. تحبي نهارك سعيد. طبعا هذه رسالة دائما احنا نأكد عليها في صحة وسعادة، ان يا جماعة لا تاخذون اي شيء على اساس الاعراض اللي انتم حاسين فيها. في كثير من الاعراض مثل ما قالت سالة ثريا تتشابه، ممكن انا وخواتي وربيعاتي عندنا نفس الاعراض، لكن كل واحد له سبب مختلف. استثمروا في صحتكم وروحوا للدكتور. ترى انت لما تروح للطبيب صح تتريى الدكتور لما تدش عليه، لما تسأله ممكن يكون زحمة، لكن هو استثمار في الصحة على المدى البعيد. انا اروح الصيدلية اخذ اي دواء هو شيء سريع مثل ما يقولون، لكن ما تعرف شو الأعراض اللي راح تنتج عن استخدام هذا المنتج. أريد أكد ممكن يكون منتج كريم، احنا شفنا بعض الحالات تنتج في رد فعل تحسس استواء، الناس تعبت بسبب كريمات موضعية توضع على الجلد. الناس ما تتصور ان هذا الكريم الموضعي لما تحطه فالجسم اصلا يمتصه عن طريق الجلد، المواد اللي تمتص من هذا الكريم ممكن يروح لاماكن اخرى، ممكن ياثر على عمل الكلى، ممكن ياثر على عمل الكلى، ممكن ياثر على عمل عضله القلب. فيا جماعه نبقى يكون عندنا شويه وعي في هذا الخصوص. احنا ان شاء الله راح نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله راح ندردش عن موضوع صغير، بعدين راح ننتقل الى زميلي محمود في معرض الصحه العربي، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006. أنا بقرأ الرسالتين وصلونا قبل ما نروح لموضوع حب الشباب اللي طرحه أبو عبد الله. رسالة تقول: تعدد الزوجات يبعد عنك الزهايمر إلى سنوات أخيرة من حياة الإنسان. والله أخوي طرش رسالة ما شاء الله دائما بيننا فوائد تعدد الزوجات، لازم نطلعك مرة على الهواء تذكرنا كل الفوائد، شكلك مسوي دراسة عن تعدد الزوجات، ونشوف شو رأي المستمعين في الموضوع. رسالة ثانية تقول: صدقا صحة وسعادة يضيف لي صحة وسعادة. شكرا أخوي محمود، شكرا دكتورة ندى، شكرا دكتورة عائشة، وشكرا لكل فريق العمل، وأنا الحمد لله ملتزم بالمشي بنفس وقت البرنامج.
هذا هو الهدف. إذا قدرنا ننشر السعادة ونحفزكم أنكم تغيرون نمط حياتكم إلى نمط حياة صحي أفضل، هذه هي رسالة البرنامج. شكرا للمستمع اللي مطرشنا، ما شاء الله دائما يطرش أنه يمشي وقت البرنامج. الحين بنروح لموضوع حب الشباب مال أبو عبدالله. طبعا أنا أول سؤال سألته اللي هو هل هو له أو لشخص آخر، لأن حب الشباب في يعني في الكبار غير عن المراهقين وبداية الشباب. وثاني سؤال كان هل شاف طبيب جلدية أو لا. مهم جدا 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 تشخيص حب الشباب يتم عن طريق الطبيب، أولا عن طريق طبيب العائلة أو طبيب الأسرة، لأن في حالات وايدة من حب الشباب إحنا كأطباء أسرة ممكن نعالجهم، ممكن نعطيكم بعض الأدوية، بعض المراهم، بعض الحبوب اللي تساعد ونتابع معاكم العلاج. أحيانا يكون حب الشباب حالته متقدمة جدا إحنا ما نقدر نعالجه لأن يحتاج أدوية فقط طبيب الجلدية ممكن يكتبها، أو أحيانا بعد كورس من العلاج 3 شهور أو 6 شهور ما يستجيب حب الشباب بالطريقة اللي احنا نباها، فساعتها نحولكم إلى طبيب الجلدية. وطبعا حب الشباب مراحل مختلفة، في حب الشباب اللي يكون في البداية يكون حبات صغيرة، في بعضهم يكون لا اللي يكون فيه شوي التهابات وتقرحات، وفي الأكثر اللي يكون فيه التهابات متعددة في الوي وبعض الحفر وغيره، فحسب الحالة احنا نحدد شو العلاج. لكن دائما أنصح في حب الشباب، أنا شفت يمكن أكبر عدد من الخرافات لما يجي علاج حب الشباب، اللي يقول حط كركم، ولا تقول نشفيه بماي ورد، ولا تقول قشر ويهك عشان والله هذا عبارة عن وساخة في الويه، في وايد أشياء. يعني احنا نسمع من مرضى علاجات لحب الشباب يعني أول مرة تمر علينا. يا جماعة حب الشباب أول شيء مو معدي، ثاني شيء ما يباله علاجات أنتوا تفتونها بنفسكم، أو لأن أختي جربت أو لأن ربيتي جربت. لأن اللي يستوي شنو؟ إن إحنا نهملها في البداية ونبدأ نسوي علاجات في البيت. ليش؟ معظم الناس شو فكرته؟ لا والله ما بستخدم كريمات قوية، لا والله ما بأخذ حبوب مضاد حيوي قوي عشان حب الشباب، والله ما بلتزم بالدواء اللي هو المعروف اللي دائما يعطونا حق حب الشباب ويسوون لك كل شهر أو كل شهرين تحاليل كبد، ما بسوي هذا، بتبع العلاجات في البيت، أعشاب وغيره وتقشير وفيشل وهالأشياء. اللي يستوي إن الحالة عندكم تتفاقم، يعني بدل ما يكون حب الشباب بسيط يستوي إلى بقع وحفر في وجهكم، وهني تستوي الحالة جدا أصعب. دكتور أنور الحمادي الله يذكره بالخير دائما يقول ندى لو تحول حب الشباب إلى حفر علاجه جدا 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 صعب. في البداية لما يكون حب الشباب لازم تعالجونه، علاجه ما يكون بينكم تغسلون وجهكم 24 ساعة أو تستخدمون مقشرات أو تستخدمون مقشرات اللي تنباع في الصالونات، أو مثل ما نسوي الفيشل اللي تروحون تسوونه في الصالونات، لأن هذيلا مو بأطباء ما لهم خبرة، هي بتقولك هي تعالي سوي ويج بيصفى، ويج ما بيصفى، بالعكس اللي بيسوي رد فعل عكسي، احتمال ويج كله مثل ما نقول إحنا يشب ويحمر ويزيد عندك، لأنه عبارة عن التهاب موجود في بصيلات الشعر عندك في الوجه. فيا بنات ويا شباب ما نبقى افتاءات في علاج حب الشباب، عالجوا من البداية عشان ما يتطور. من موضوع حب الشباب أنا بس بتكلم على السريع قام أنتقل عن زميلي محمود عن موضوع العناية بالقدم لمريض السكري. هالموضوع أنا يهمني جدا جدا جدا، ما شاء الله نحن نعتبر من الدول اللي عندنا نسبة الإصابة بالسكري عالية للأسف، بسبب طبعا نمط الحياة، عامل وراثة وغيره. أنا اكتشفت أن مرضى السكر كثير منهم يعرف أن لازم يحافظ على معدل السكر، لكن اهتمامه بقدمه واهتمامه بعينه ما عنده هذاك الإيمان أنه لازم يفحص العين ويفحص القدم. هناك عيادات متخصصة لفحص القدم موجودة في البرشة وفي ند الحمر. كل مريض سكري لازم يمر على هذه العيادة على الأقل مرة سنويا. إذا طبيبك نسى يعرض عليك أو ما عرض عليك أو أنت يمكن ما جربت العيادة قبل، أنا أنصح تكلم مع الطبيب السكري أنت تتابع معه، أو حتى طبيب الأسرة تتابع معه وقل له حولني على عيادة العناية بالقدم لمرضى السكري، حتى لو ما عندك أي شيء، حتى لو سكرك منتظم، حتى لو أنت إنسان رياضي ولكن أنت مصاب بالسكري، لازم تشوفك أخصائي فحص القدم مرة سنويا. أحيانا هناك تقرحات بسيطة أنتم ما تشوفونها بالعين المجردة، لازم شخص أخصائي يشوفكم وفي عيادة فحص القدم كرسي خاص تقعدون عليه ويتم فحص القدم عندكم من جميع النواحي، من ناحية الأظافر، بين الأصابع، قاع القدم، الكعب، الجلد، كل القدم يتم فحصها. فمثل ما قلت لكم مرة سنويا. لكن شيء جدا 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 مهم، مريض السكري في البيت ممنوع أنه يمشي حافي القدمين على الرخام، على السيراميك، على الباركيه، على السجاد. لازم دائما يكون تكرمون لابس شبشب أو لابس إدلاق في البيت. ليش؟ لأنه وجود مرض السكري
يخلي قاع القدم عندكم نسبة حساسيتها للألم أقل من غيرها. يعني لو شيء خدش ريلكم يمكن ما بتحسون فيه وايد، بعدين مع الأيام تدخل بكتيريا داخل وتؤدي لسمح الله الإصابة بالتهابات وممكن تؤدي إلى الغرغرينة. فمهم جدا العناية بالقدم لمريض السكري، اعتبروه جزء أساسي مثل ما تشيكون، مثل ما احنا نشيك على السكر مريض السكري أول ما نشي الصبح يشيك، لازم يفحص القدم. وكيف يفحص القدم؟ طريقة جدا سهلة. أول ما تنشون الصبح قبل ما تنزل من على السرير لازم ترفع ريلك الثنتين قدام المنظرة في غرفة فيها إضاءة، ومهم أنت تقدر تشوف. يعني ما في فايدة أن أرفع ريلي قدام المنظرة وأنا ما أقدر أصلا أقيم وضع ريلي. إذا تحسون عندكم نظر ضعيف خلوا حد يشوف يرفع ريلكم وتفحصون قاع القدم، هل هناك تشققات، هل في احمرار، هل في تغير في لون الجلد. بعدين بين الأصابع، مريض السكري ينسى أنه يشيك بين أو يشوف بين الأصابع، لأن بين الأصابع تعتبر منطقة مظلمة ورطبة في الفطريات تحبها. فعشان تي لازم بين الأصابع مريض السكري بعد الوضوء ينشف بين الأصابع بشكل ممتاز، وممنوع يحط أي كريم بين الأصابع عشان ما نغذي البيئة الرطبة والمظلمة. وحتى أظافر قدم مريض السكري لازم ما تنقص بشكل مربع، لازم تكون بشكل دائري، ولا تسوون اللي يسمونه العامية يسمونه البديكير أو تقشير القدم الشديد اللي يسوونه في الصالونات، هذا لازم يكون بخفة، لأن حتى هذا تقشير القدم الشديد ممكن يؤدي لجروح، هذه الجروح تعتبر بوابات للبكتيريا تدخل من خلالها وتسوي لكم التهابات في القدم. الحين راح ننتقل إن شاء الله إلى زميلي محمود، حيرته شوي على الخط. زميلي محمود موجود حاليا في معرض الصحة العربي. صباحك ورد يا محمود. صباح الخير دكتورة، ومشكورة جدا على المعلومات الجميلة هذه، ونحيي المستمعين من مركز دبي التجاري العالمي والتحديد من معرض صحة العرب. هذا المعرض والمؤتمر اللي يعد أكبر معرض ومؤتمر طبي في الشرق الأوسط، وقد يكون أو وهو الثاني حقيقة، ثاني أكبر معرض ومؤتمر صحة في العالم، يستضيف أكثر من 22 ألف زائر على مدى 4 أيام، وبيسلط المعرض في هذه السنة يعني وحقيقة تعودنا عليه، يعني 44 سنة من انطلاقة هذا المعرض كان يسلط على الخدمات والابتكارات في عالم الرعاية الصحية والطب، العالم هذا المتطور جدا واللي دائما ما نشوف الأشياء الجديدة فيه. هيئة الصحة بدبي ليست بعيدة كذلك عن هذه التطورات الصحية والطبية. بالأمس يعني كان هنالك لقاء جميل مع معالي حميد بن محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، تحدث يعني إلى الصحفيين قال نحن دائما مشاركتنا في هذا المعرض نعرض الأمور اللي الأخوان الثانيين يعرضون على منصاتهم كأمور مستقبلية، نحن نطبقها في هيئة الصحة ونعرضها للجمهور. نعم. يعني الأمور اللي موجودة عندنا هنا اللي عارضينها في منصتنا في هيئة الصحة في دبي جميعها مطبقة. صحيح. موجودة في لها نتائج وفي لها يعني دراسة وفي لها الكثير من الأمور اللي ممكن نحن نستفيد منها. نعم. يعني أنا أبغي أدخل على الزملاء هني أتحدث معاهم، في عندنا الأخت مرفت علي الهاشمي محلل رئيسي معلومات صحية إكلينيكي قاعدة هني عند شغلة اسمها مسار إدارة تسمم الدم في نظام سلامة. نعم. شو هذا الموضوع يا مرفت؟ السلام عليكم. مسار تسمم الدم هو عبارة عن حالات تسمم دم غير معروفة وغير ظاهرة صحيا. فكان سبب اكتشافها أن 40-70% من الحالات الوفاة عالميا تكون سببها تسمم دم. فإحنا في هيئة الصحة على مستوى الشرق الأوسط كنا أول قطاع خليناها إلكترونيا تكتشف قبل اكتشاف المبكر لتسمم الدم. فشو سوينا؟ سوينا في النظام سلامة قانون أنه يحسب معايير تسمم الدم للمريض، فمجرد ما يوصل المريض للحوادث يستوي له قراءات حيوية مثل ضغط الدم، دقات القلب مع حرارة معينة. إذا السكور المعيار وصل 3
0.1 معناته السيستم هذا يعطي ألارم حق الطبيب أنه تعال هذا المريض احتمال يكون فيه تسمم في الدم. جميل. فالسيستم تلقائيا يسوي له خطة علاج في أقل من ساعة، يسوي له تحاليل دم مثلا ويسوي له الإجراءات المفروض يتخذ تلقائيا للمريض. يسهل على الطبيب معالجة الحالة في أقل من ساعة. نعم. وهذا اكتشفنا فيه، احنا طبقناه في 18 ديسمبر 2018 في تاريخ اليوم اكتشفنا 106 حالات تقريبا في الحوادث وتم علاجهم. جميل. نعم. فهذا كان احد اسباب نقص مثل مبادرات نقص والويتنج تايم حق العلاج. إذن معظم الأمور اللي تعتمد فيها في عملية إدخال هذه الأمور هي على الممرضات الموجودات في هذا في هذا المستشفى. هذا يعطينا أهمية وجود جميع الكادر الطبي من خلال هذا النظام اللي يحلل القراءات تلقائيا ويعطي التحذيرات الخاصة سواء للعميل أو حتى للطبيب العامل أن هنالك قد يكون هنالك تسمم في الدم. كم حالة ذكريني مرة ثانية؟ 106 حالات من تاريخ 18 ديسمبر لتاريخ تقريبا 15 جانوري، يعني في خلال شهر 106 حالات تم اكتشافها. هذا مؤشر خطير أختي برزة، يعني الواحد لما يشوف في شهر واحد تم اكتشاف كل هذه الحالات، إذن هنالك مشكلة كبيرة يجب علينا إدراكها. فوجود نظام سلامة، أتذكر أول ما طلعنا بنظام سلامة كانوا الجمهور، يعني إذا تذكرين بعد دكتورة معانا أول ما طلعنا كان الجمهور وايد متضايقين، كانوا زعلانين من النظام، زعلانين وتأخير وما أدري كذا، وكنا نقول يا جماعة الخير طولوا بالكم، هذا النظام لمصلحتكم، هذا النظام بيخدمكم أكثر، بيعطي نتائج أفضل. فوجود الآن يعني هذا المسار، مسار إدارة تسمم الدم في نظام سلامة وفي شهر واحد 109 حالات، تخيلوا يعني يعني هذه إحصائية كبيرة كبيرة جدا. صحيح. مثل ما ذكرت أختنا مربت أن تسمم الدم يؤدي إلى الوفاة، الوفاة في خلال أربع ساعات. فصل الخط مع زميلنا محمود بمشكلة، نرجع نعود اتصال فيه. مثل ما ذكرت زميلتنا مرفة الهاشم يعطيها ألف عافية، وهي من الكوادر اللي كانت معانا من بداية تطبيق نظام سلامة، اللي هو تسمم الدم أو السبسس، اللي هو أحد الأمراض الخطيرة أو التفاعلات في الجسم التسوي الخطيرة، واللي ما يشعر فيها الطبيب أو الكادر الطبي لأنه ما تظهر إلى السطح إلا بعد ما تدهور حالة المريض. فوجود مثل هذا النظام أضيف فيه سلامة أكيد يساعد في الكشف المبكر وبالتالي تدخل المبكر وإن شاء الله لإنقاذ الحياة. ما شاء الله طبعا نظام سلامة مثل ما ذكر زميلي محمود، أول ما بدينا كانت الناس شوي متضايقة منه لأنه كان في زمن انتظار، ولكن اللي يشوف الحين القفزة اللي قفزناها خلال عام واحد ما شاء الله صار هو المسرع، هو المتحكم في الأمور، هو المسرع لإنهاء الإجراءات، المريض قام يلمس هذا الفرق. احنا بنرجع إن شاء الله الحين لزميلي محمود يوسف في معرض الصحة العربي. يا صباح الورد يا محمود مرة أخرى. يا هلا دكتورة، سامحوني فصل عندي أنا من التليفون، لكن نرجع نكمل مع لخت مربة. ما أدري آخر شغلة سمعتوها شو، لأن يسأل سولف ما انتبهت أن الخط فصل أصلا. أن تقول عدد الحالات 109 كانت تقول 109 حالات. هي نعم. وكنا نتكلم عن يعني تسمم الدم كيف أنه يساهم في وفاة الكثير، في كم ساعة ممكن الواحد ساعات الحالة تنتكس ويؤدي إلى الوفاة. فإحنا وفرنا 3 ساعات من حدوث الوفاة، حالة الوفاة. وأيضا الجديد كذلك اللي في نظام سلامة، إذا عندكم أمور مستقبلية قادمة، إحنا حاليا هالنظام طبقنا بس في الحوادث وحال على الحالات البالغة اللي فوق 18 سنة. بعد نجاحه الحمد لله رب العالمين بنطبق على جميع مستوى هيئة الصحة، مراكز الصحية في الأقسام الداخلية والخارجية. ممتاز. جميل جدا. نحن شاكرين لك أستاذة مرفة علي الهاشمي محلل رئيسي معلومات صحية كلينيكي، كانت تكلمنا عن إدارة تسمم الدم في نظام سلامة. شكرا جزيلا لك.
إذا دكتورة أيضا المنصات أو منصة هيئة الصحة بدبي غنية كثيرا بالخدمات المقدمة. شفتي أنا حبيت أركز على هذا الموضوع لأهميته في صحة الناس. يعني إحنا لما نبتدي نحصل مثل هذه الحالات في شهر واحد، يعني هذه كمية كبيرة. أنا إحصائية صادمة بالنسبة لي أن مع تطبيق هذا النظام، تطبيق هذا الشيء، قدرنا أن ننقذ حياة 109 أشخاص في شهر. بالضبط. ومش من شغلة بسيطة، يعني تسمم الدم هذه مسألة كبيرة. يعني الكثيرين عندنا فقدنا أعزاء وأحباء في هذا لهذا السبب بأمور نحن يعني كان ممكن أن نحن نتفاداها، كان ممكن أن نحن يعني هو دائما واحد يقول أعمار بيد رب العالمين، يعني صحيح. هو كل شيء قضاء وقدر، لكن الواحد يأخذ بالأسباب دائما. فعشان كذا نحن شو نقول يا جماعة الخير، اهتموا. دائما نقول لكم نحن في برنامجنا الوقاية خير من العلاج. واحد ينظر إلى نمط الحياة الصحي اللي ممكن يعزز عنده يعني الوقاية من الأمراض، يعزز عنده الحياة السعيدة. ما أدري الساعة كم استوت شتي تبغين تسكرين عني؟ تام دقيقتين هات البرنامج يا محمود. حاب تعطينا رسالة أخيرة قبل ما نختم معاك؟ رسالة أخيرة، هذه دعوة لجميع الجمهور بزيارة مركز دبي التجاري العالمي. الدعوة مفتوحة للجميع. نحن منصتنا موجودة في الكونكورس في القاعة الرئيسية في الممر الرئيسي عند البوابة الرئيسية بالقرب من قاعة الشيخ مكتوم والقاعة رقم 8 أنجاب لتنا. نحن دعوة مفتوحة لكم للاطلاع على أبرز ما يضم المعرض من آخر الصيحات التكنولوجية والابتكارات العلمية في مجال الصحة. هذه دعوة نقدمها لكم. المعرض يفتح أبوابه من الساعة 10 حتى 6 مساء، وحتى نحن موجودين يعني من الساعة 9. حياكم الله. الله يحييك يا محمود، ومثل ما قال، وشكرا لك محمود على التغطية الجميلة هذه اليوم من معرض الصحة العربي، ونهارك سعيد. شكرا جزيلا. شكرا لك. طبعا مثل ما تفضل زميلي محمود ان هذه دعوه للجميع انهم يحضرون معرض الصحه العربي. في كثير من الخدمات وفي كثير من المنصات الموجوده هناك، مثل ما قال منصه هيئه الصحه بدبي موجوده في قاعه الكونكورس اللي ثاني قاعه، قال جهه اليسار صح، الجهه اليسار عشان ما خربط. فتفضلوا روحوا هناك. المعرض مفيد جدا، بتطلعون على احدث التقنيات، ومثل ما قال ايضا زميلي محمود ان كل شيء موجود في منصه هيئه الصحه هي خدمات مطبقه. يعني مو مثل في الابتكار تلاقون اشياء ستطبق بعدين، لكن الان كل شيء موجود هناك مطبق، سواء كان خدمات المنزل الذكية، الكشف المبكر عن تسمم الدم وغيره. احنا وصلنا لختام برنامج صحة وسعادة لليوم. اشكر لكم استماعكم، شكرا لك نمر وجود معي في الاخراج، وشكرا لك يا ميرا الخفري لوجودك معي في التنسيق. يعطيكم الف عافية، وشكرا لكم مستمعينا. ان شاء الله كنا خفاف عليكم خلال هذه الساعة على الهواء. الى ان نلقاكم ان شاء الله في الغد، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.